السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ الاحترافي مع نعيمة. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد، كيك مالح كيجي رائع جدا بالنسبة للناس اللي عندهم السكر كيبغيو الكيك وما كيقدروش أنهم يأكلوا مساكن الكيك على حسب كتعرفوا الكيك كيكون حلو. اليوم جبت لهم طريقة وفكرة زوينة اللي قدروا يأكلوا الكيك بها بدون ما يفكروا في الحلاوة، يعني كيك جديد السوريمي والخضرة. نتمنى أنكم تتبعوا معي من الأول حتى الآخر. نبدأ على بركة الله. كنحتاج هنايا تقريبا 9 الحبات ديال السوريمي اللي قطعتهم هكا. بالنسبة للناس كي اللي ما كتعرفش السوريمي، انا راه خليت الكرتونة غير باش نوريكم. هذا هو السوريمي، فيه 12 حبة، الوزن ديالو 200 غرام. الصنع ديال فرنسا ماشي ديال المغرب. تقريبا ندير واحد 34 درهم او 39 درهم. هانتوما تشوفو كيكونو هكا في الساشيات. عندي واحد الجزارة اللي غسلتها ونقيتها وحكيتها في الحكاكة رقيقة. عندي واحد البصلة صغيرة اللي حتى هي شلطتها قطع صغيرة. عندي طاسة ديال الطون من النوع الممتاز اللي صفيته حتى هو من الزيت. وعندي تقريبا 30 غرام ديال الزيتون ابيض مغسول وما مصفي من هداك الماء ديالو. وعندي معلقة ديال المعدنوس. بالنسبة للتوابل او للبهارات، عندي الملح والفلفل الاسود او البزار، وعندي زيت المائدة اللي غادي نشحر به هاد التوابل. غادي ناخد واحد المقلة اللي غندير فيها هاد البصلة وغندير فيها هاد الجزر. غندير شوية ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد المعلقة او لا تلجوج معايا المعالق. فنقدر نشحر هاد البصلة والجزر. غندير شوية ديال الملحة. غندير شويه ديال البزار وغادي نديرهم فوق البوطه تيتشحروا. انا درتهم فوق العافيه مهيله بزاف باش ما يتحرقش هاد البصله والخيزو. عفوا صافي. وغادي نمشي نحضر الحشوه ديال الكيك او العجين ديال الكيك. بالنسبه للطريقه ديال الكيك، كنحتاج هنايا نص كاس ديال الزيت، وكنحتاج كاس ديال الحليب بالعبار ديال العنبه، وكنحتاج جوج ديال البيضات يكونوا من حراره المطبخ، وكنحتاج الطحين عندي على حسب الخليط، وكنحتاج واحد الخميره حمراء من فئه 8 غرام، وكنحتاج الملح. غادي نبدا باول حاجه غنديرها. غادي ناخذ واحد الاناء فين نقدر نخلط. ندير شويه ديال الملح على هذا البيض. صافي غنخلط مزيان هذا البيض حتى يندمج. غادي نزيد هذا الزيت.
وغنزيد الحليب صافي. دابا غادي نزيد هذاك الطون ضروري يكون ما بقاش كامل، يعني ما يكونش حبس كاملين. نزيد هاد ملعقة ديال البقدونس أو المعدنوس، نزيد شوية ديال البزار، غير شوية هانتوما شتو، نحرك مزيان. صافي غادي ناخد هاد خيزو ونبصلها هانتوما كيما شتو راه بطات مبقاش واخا حاول نخليها تبرد، لكن مع داك الوقت المهم نتوما حاولو تخليوها حتى تبرد على خاطرها. صدقوني كتجي زوينه بزاف. انا ديجا درت لهاد لا فيديو كنت درتو قبل، ولكن من الوقت اللي كان مشى ليا التليفون كان مشى ليا فيه صافي، وقلت والله حتى نعاود لكم هاد لا فيديو تستافدوا منه، وخصوصا هاد الكيك يعني الصراحه كيجيو بحال المملحات، وفي الوقيته ديال رمضان خصوصا ان رمضان راه جاي كيبغي هاد الشيء المالح. قلت علاش لا ما غنديرش، غنحاول اني غادي نعبر لكم هاد الطحين باش ديروا القياس. ندير جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غادي ندير الخميرة باش حتى إلا اكتفيت بهاد ستة ديال المعالق. نحرك دابا زيد هادي دابا صافي، غادي نحرك مزيان. هادي خاصها تكون شويه قاصحه ما تكون جاريه بحال الكيك الاخر. غادي نزيد جوج ديال المعالق، ندير ثلاثة صافي، غنكتفي بهاد الطحين اللي غندير، وغادي نحرك مزيان عاوتاني. شتو هانتوما كيفاش كتجي، واللي ما بغاش يدير الطون ما يديروش، يعني كاين الناس اللي ما كتبغيش الطون، ماشي بالضروره انكم ديروه، تكتفيو غير بهذاك الجزر والبصل والسوريمي صافي، يعني ماشي بالضروره كما قلت لكم كاين الناس اللي ما كتبغيش الطون. هانتوما شوفوا كتجي ثقيله،
دابا غادي ناخذ واحد المولات صغار شتي على السباس غادي ناخذ واحد المولات غادي ناخذ واحد لاطا غادي ناخذ واحد الليمون اللي بحال هادو هادو راهم ديال السيليكون راه ما كيتدهنوا ما والو نتوما راكم عارفين هادو ديال السيليكون ما كيتدهنوش يعني فاش كيتحيد منهم الكيك صافي غادي نكتفي غير بهاي الفوق المعمر نشوف الى باقي شي حاجه صافي واش تخلي بلاصه خاويه صافي هادو نخليهم حتى غادي ناخذ شي مغرف اولا غادي نحاول انني نعمرهم ماشي نعمرهم بزاف وما نخليهمش النص بالنسبه للفران انا راني شعلته انتما شفتوا البنات نحاول نعمر هذه المغرفه اللي في الفيديو واخا راه المغرفه راه غير صغيره ما تسمعوش على المغرفه مغرفه تقول راه مغرفه كبيره حيت واخا فيها الخميره يعني راه غير خميره واحده ما فيهاش بزاف صافي بقاو ليا غير هذا هذه الوحده نحاول بحال غنضربها صافي غندخلها للفرن لدرجه الحراره 180 ونرجع لكم من بعد ما طيب هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طاب الكيك تحمر من الفوقي حتى من التحت المهم راهم بسهوله كيتحلوا انا بالنسبه للتزيين بما انه هما مديورين غير بالسوريمي والزيتون قلت غادي نزينهم غير بالسوريمي والزيتون راهم باقيين سخانين انتما اللي تكونوا كتشوفوا باقي الفور كيطلع منهم
انا بالنسبه للسوريمي قطعته هكا تزيين اختيار يعني انت كيما بغيتي تزيني ماشي بالضروره انك الا ما بقاش لك السوريمي ديري السوريمي حيت انا عندي في الدار متوفر بالكثره داكشي علاش يعني عندكم غير الزيتون والورق المعدنوس او البقدونس تقدروا ديروا غير هما صافي بقات لي غير هاد الوحده هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كنتمنى انه ينال اعجابكم ولاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد واللي بغى يتبعنا على صفحه ديال الانستغرام او على الفيسبوك الرابط كيبقى تحت الفيديو واللي بغى اي واحد بغى شي معلومه ولا بغى شي فكره ولا بغى شي حاجه يقدر يخلي لي تعليق لتحت وغنجاوب ان شاء الله باذن الله نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم نوريكم القوام ديال الكيكه تجي من الداخل